يسعد لي مساكم اصدقائي، ما بعرف مساكم ولا صباحكم. عندي هلا الساعه 5 الفجر وشو ما عيني لهلا، بعد دقيقتين رح يفتح السيزون العاشر وانا كثير متحمسه ورح افجر السيزون للمية ولنشوف مع بعض شو رح يجينا. رقصات وتياب اسطوريه وكمان سكنات للاسلحه. خلينا نشوف مع بعض السيزون العاشر. بدا العد التنازلي للسيزون العاشر. 2-1-0. ويلكم بالسيزون العاشر. خلونا نشحن سوا الرويال باص. كثير منكم سألوني كيف نشحن الرويال باص. أول شيء أصدقائي بنكون شاحنين شدات، إن كان عن طريق الفيزا كارت أو إن كان عن طريق الأبل ستور أو كارت جوجل بلاي. أصدقائي بتضغطوا تحت على بطاقة الترقية، بعدين عندكم تنتين، عندكم خيارين، واحدة ب600 شدة وواحدة 1800. أنا رح أشحن الـ1800 أحسن، فيها إطار وفيها سكين للقنبلة وفيها سكين كمان للزلاجة تبع الثلج. خلينا نشحن 1800. صار الأربعاء عندي 26. خلونا نكمل الشحن للمية. لا لا، قبل انا عندي خمس اربيات من هداك الموسم، صرت 31 اربي. خلونا نكفيهم للمية. صار تقريبا 6900 شدة، خلونا نكبس شراء. يوبي، صار اربي 100. واو، في كتير شغلات عطونا اياهم، كتير. انا متحمسة لأعرف شو عطونا، خلونا نضغط على كلهم. واو، هذا اللبس كتير حلو. مجموعة النبات الشائك، غطاء رأس النبات الشائك حلو. هاي الزلاجة اللي حكيت لكم عنها. واو، سكين سيارة بيجنن. التمائم الشريرة، اوه طيارة الموسم كمان حلوة. المدينة التي لا تنام، وهذا كمان اللبس اظن بيصير للبنات وللشباب. مجد الماضي كمان حلو هذا السكين. هاي الخوذة لونها غريب بس حلوة كمان. غضب دراكونيك. غطاء رأس قاتل الحمم، أظن هذا هذا الأربي المية. هذا اللبس قاتل الحمم البركانية، وهذا القناع لألو، هذيك ببدايته الأبوعة كانت. خلينا نشوف اللباس، التياب اللي عطونا ياهن. هذا أول تياب كتير عجبني، أنا كتير عجبني. هذا الثاني وهذا كمان حلو، وهذا الثالث. عطونا هن الأربع لبسات، وهذا الرابع. هذا تياب الموسم، هاي تياب الأربي 100، عن جد حلو. بدي حط له الطاقية وكمان القناع. هاي طاقيته وهذا القناع. واو، عن جد أسطوري أسطوري. عطونا هاي لما بتفوز أنت تعطي دجاج. واو، رايحين نتعشى. هاي طيارة الموسم. هاي أول رقصة بالموسم، عم بيعزف على الجيتار. وهاي تاني رقصة، بظن هاي كان في منها تياب بس ما بعرف اللي حولوه على الرويال باص. وهاي رقصة الموسم الليجندري، بتجنن. هلا ما بعرف شو عم بيعمل، عم يضحك. لحد الآن شاحنين السيزون 600,000 شخص. واو، أنا توقعت حالي يكون الأولى بما أني وكمان فينك تبعت لصديقك يشحن لك السيزون العاشر. خلونا نشوف الطريقة. أول شيء بتضغط على بطاقة الترقية تحت، بعدين في شيء اسمه الطلب،
جانب الشدات، فينك تبعت له 600 شدة وفينك تبعت له 1800، بعدين بتختار الصديق اللي بدك اياه وبترسل له الطلب، واذا وافق رح ينشحن عندك السيزن العاشر. انا هون بعتت من حساب جيفار العلي لالي. مثل ما شايفين اصدقائي وصل لعندي الطلب، اذا اعطيت على كلمه اعطاء هيك بينشحن عنده السيزن العاشر، بس اكيد ما رح اعطي شدات، رح اعطي رفض. اصدقائي صار في سلاح جديد بالخريطه اللي هو MB5K، وهو رشاش SMG. يا جماعه رح تلاقوه بس بخريطه بيجاندي، واستبدلوه بالسلاح القديم اللي هو فيكتور. اصدقائي رح ينزل قريبا شيء جديد اللي هو نظام المرافقه، رح يكون صقر موجود معك وين ما رحت وين ما جيت، ورح يكون في له مهمات. متحمسه كثير لاشوف شكل الصقر، كثير متحمسه. خلينا نشوف ثبات الايم. السلاح حلو، وان شاء الله بعد فتره قريبه رح تشوفوني بجيم وانا حامله السلاح وعم بشوف تدميجه قديش، مثلا التدميج وسرعه اطلاق النار. طبعا شركه بوبجي اضافت انواع جديده من الجوائز مثل انهاء الخصوم باستخدام القنابل، وكمان رسومات جديده بتنرسم على الحيط اللي نحن متعودين عليهم نشوفهم مثل بخاخات، وكمان نظام مكافآت جديد ان شاء الله رح تشوفوهم بالايام الجديده اللي جاي. وهي اصدقائي السياره الجديده اللي نزلت في خريطه بيجاندي، عن جد حلوه وبتجنن، ويا ريت يعملوا لنا وحده لخريطه ارنج الخاصه. وطبعا شفتوا انتم الستايل تبعها ثلجي، لابق كتير لخريطه بيجاندي. وكمان اصدقائي شركه بابجي عملت تحسينات بالرسوم مثل الافتتاحيه وتحسينات على مؤثرات الصوت SVX، وكمان فعاليات الشراء بسيرفر او خادم. انا باقي عندي تقريبا 2374 شده، انا حابه كثير اني افتح باكجات فيهم، وقبل ما نفجر الباكجات حابه كثير اني العب مباراه بالطور اللي نزل جديد التي دي ام بخريطه روينز. يلا يا جماعه خلونا نلعب جيم. واو أصدقائي عن جد كتير حلوة الخريطة، هي تقريبا نفس المستودعات 4 ضد 4، واللي بجمع 40 كيل قبل هو اللي بيفوز. وأنا لقيت هاي الخريطة أحلى بكتير من خريطة المستودع، فما بعرف أنتوا كتبوا لي بالتعليقات إيه هاي أحلى شفتوها، أنا حبيت هاي كتير. Reloading!
team doesn't have a lot of time. Clear! Cover me! Reloading! No mercy! Blue team victory! واو حبيت الموضوع، خلينا ننزل جيم ثاني بسرعة. يا عجوم شو تشوف الجو تكره حياتك فيه؟ يا عجوم لا يا ولد لا انت لا بتلاقي زي كل فيديو يطلع وراك حي جو السلاح الدومي يطلع حد زي انت تقول لو طلع حي ومثل احنا قاربين مكانهم غادي اللي جو منا هم يبدو يطلعوا في المكان اللي يجينا منه احنا تو يعني تشبح انت غادي يجي وراك ويقعد يمشي شوية كار بكرة صعبة يمشي فا صعبة Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead! Reloading! About to win. The blue team is heading to a perfect win. Killed.
team victory. Unstoppable. Cover me. أصدقائي، حابة ألعب جيم ثالث، بس هالمرة أنا بكارات وما بعرف إذا رح يلعبوا كارات أو رشاشات، فأكيد رح يلعبوا رشاشات. رح أجرب حظي، خلونا نشوف شو رح يصير. Team match, let's go. First point for the red team. In the lead. Nice shot! Killed!
of the match is over, and the blue team is in the lead. Team is about to win. Team victory! صار وقت تفتيح الباكجات. هلا عندي 9 صناديق من صناديق الريال باص، خليني افتحهم اول شيء. رح افتحهم كلهم فجأة. واو، هدول الثلاثة الرسومات الجديدة بالرويال باس. وعندي 5 صناديق من الصناديق المميزة، خلينا نفتحهم. ولهون بيكون انتهى الفيديو اصدقائي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله يكون عجبكم السيزون العاشر، بصراحة بجنن. وهلا تصبحوا على خير.